اهلين ابو ياسر. جيمي يس امي. وتبرني افتح لي باب الصالون. على راسي. افتح لي باب الصالون. جيمي اوان. اهلين ابو ياسر. امي فضل فضل ابو ياسر. هون الدالي من الكيل للميل. انا ما بحسن اقعد معك، بدي فوت اتخسر بالبيانو. تفضل ابو ياسر. تفضل. شو الزوج؟ اخر من يعلم؟ أنو زوج؟ وزوج مين؟ شو نسيتي؟ لو ما وعدت البلوكي فوق راسي كنا هلأ بحج الزوجية. لك حاجة بقى، كل واحد بيقلي قبل البلوكي وبعد البلوكي، شو هي تاريخ؟ إيه بس قبل البلوكي أنتي ما كنتي تحكي إيه؟ أخي البلوكي وقعت على راسي مشان في مشان توعيني. أنا دكانتي مفتوحة على حسابك، إمتى ما بدك بتاخدي الغلط اللي بدك إياه، ما في مرة رديتي. كله مسجل عندي بالدفتر وراح ادفع لك الطقطقين، بس لا تضربني مني. انا ما بدي شيء، بس صار لي 40 سنة عم بستنى. ومين قال لك تستنى؟ انا ما عم استنى. بس انا ما بقبل، انا مالي مضحكي. اول مرة اخذك مني ابو جميل قلت ابن عمك، ثاني مرة قلتي لي لحتى يكبروا الاولاد. مالك شايفنا نحن هلا مشغولين، هلا وقت زواج وما زواج الى اخره، مالك شايفنا عم نأسس الشركة. ايه بس مو ترحلة 10-15 سنة مثل العادة. ايه لا، مو 10-15 سنة، بس لحتى توقف الشركة على اجريها. شركة؟ شركة شو؟ شركة استيراد وتصدير، اكسبورت امبورت كوردرنيشن. معناتها بدخل فيها شريك مثل ابو فايز. ابو فايز معه 5 مليون، انت شو معه؟ ببيع الدكان. اروح كل دكانتك ما بتسوى 200,000 ليرة. هلا دكانتي بطلت تعجبك؟ بطلت تعجبها الدكانة، جاي يصير لي مري بيزقوا شو ما بدهم، بطلت تعجبها. عشي زوجية فاضية لأنه أنا